العملاق فلش كل الطيارات وحاليا وصل لسور المدينه. انت كسرت المعاهده اللي بيننا، بس راح نعطيك فرصه ثانيه. انسحب هسه وارجع لمكانك وراح انسى تدميرك للطيارات. فكر زين قبل لا تجاوب. حبيبي اودن ما يحتاج لها اي تفكير، معاهده السلام انتهت. سلم طرنيو الي والا راح احرق بوشك اليوم على روسكم. خلاص اعطيني 5 دقائق وطرنيو راح اسلمه لك. لك 30 ثانيه بس، سلم طرنيو لا احرق بوشك. خلاص خلاص اعصابك اهدئ، هسه راح انزل اجيبك اياه. يعني خسرتوا كل طيارات بوشينكي، ليش تموتون على قضيه فاشله يا ولد؟ ما تسوى يعني. وين وين طريو؟ ادري شو راح تسلموني للعملاق. بابا من كل عقلك اسلمك للعملاق، والله لو موت الحرق بوشينكي راح ندافع شرف. سيدي خلاص اذا ما تجيت تسلم طريو وتخاطر فعندنا دبابات، نقدر بهاي الدبابات نحمي بها بوشينكي، اي لحظه العملاق يعبر بها الجدار راح نقصفك. ولك والله انت اسطوره، المشكله ما عندنا وقت، بس 30 ثانيه، هسه تروح تجمع كل دبابات بوشينكي وباللحظه العملاق قرر يعبر الجدار اريدكم تندمونه. سيدي مثل ما امرك تم نشر الدبابات حول المدينه وتركيزها ورا بيتك الجديد باعتبار العملاق حاليا متواجد هنا، والمهله اللي انطانا اياها العملاق تقريبا انتهت، فباي لحظه راح يعبر الجدار. عفي عليك، هو تقريبا الوقت خلص، باي لحظه راح يعبر. ارموا بدون سابق انذار، لا تنتظرون اوامري. خلص وقتكم يا بوشكي، اجى وقت التدمير. حسبايكم هاي الدبابات تكتمني؟ منو بكم اللي يموت على واحد؟ ما بعد اكثر يوم متامل تطلع، اكثر من 50 دبابه جاي هسه تطحن بالعملاق. اودن اودن سيدي عندنا اخبار مو زينه، العملاق قدر يتجاوز الحائط وقدر يدمر كل دباباتنا الموجوده، واضح انه قصف الدبابات ما اثر، وبسبب هاي الاخبار هواي من الجنود شردوا، فعندنا نقص حاد بالجيش. لا مستحيل، كل الدبابات طارت. ولك حقهم يشردونه، ويوم ما راح يشرد الدبابات فجرت، الطيارات ماتت، احتمال حتى نشرد. انت هي هاي عوايدك، انت انسان جبان، اترك بوتينك اليه وانا راح اقوتها انا والعملاق. من الجبان ولك ما اشرد، والمعركه ويا العملاق مستمره. من هاي اللحظه التجديد الزامي، تعال وراي. كل بوشك تتعين بالجيش اليوم، تعال وراي، هناك مجموعه الشباب شاردين من الجيش، انتم جاي تسوون لكم عندنا معركه، وانتم هنا قاعدين تلعبون. عملاق حاليا يفتر بوشك وجاي يدمرها، وانتم قاعدين هنا. يا حارب يا عملاق، ليش ما تجي تلعب ويانا لعبه بيس لورد؟ يا شباب انتم معذورين، اللي اعرف هاي اللعبه اهم شيء بيها البقاء على قيد الحياه. سيد الوحوش العالم الجديد، لعبه موبايل استراتيجي أونلاين. بهاي اللعبة مهمتك تحارب عن مملكتك مع الحيوانات ضد باقي الممالك اللي هم لاعبين حقيقيين. أكثر من 500 نوع من الحيوانات، وكل حيوان له إمكانيته الخاصة، وتعرفون أكو قانون واحد بالغابة هو شلون تقدر تبقى عايش، وهذا الشيء ممكن إذا عرفت تصطاد قاتل تطور المملكة. خلي أعترف لكم، صار لي كم يوم حرفيا أنا مدمن هاي اللعبة، اكتشف الطريقة تخليك تتطور وتصير أقوى بسرعة. أهم شيء بالبداية لازم تجمع موارد، مو بس حتى تطور حيوانك، لا حتى انتاجك يزيد. عالم واسع شباب، وتقدر تكتشف وتوسع مملكتك وتحارب على مود حياتهم ضد اللاعبين الحقيقيين. المهم صعبه الشغله، بس لا تخافون راح اضبطكم. ببدايه اللعبه راح تحصل على اسد نادر، كلش راح يفيدك ببدايتك، وكنا نعرف الاسد هو الملك، فراح تشوفه جدا قوي بالهجوم، فبايام قليله راح تقدر تطور مملكتك وتحارب. ها واللي يستخدم كود BL777 راح تحصل على موارد مهمه اكثر ببدايه تطويرك للمملكة. نزل اللعبه هسه بالوصف وقود مملكتك. خلاص شباب كملوا لعبتكم، تعالوا ورايا يا جنود، تعالوا منو بهذا البيت؟ انت ولك شدك هنا؟ ليش ما متحين بالجيش؟ وين سلاحك؟ وين ملابسك العسكريه؟ اذا طلعت هارب بشرف هسه عدمك بنص بوشي. سيدي انا عمري صغير، فيقولون ما يصير اصير بالجيش. انا خايف من العملاق. وانا الصراحه خايف من العملاق. اودن هذا طفل ترى، طفل، يعني انت حتى الطفل تريد عينه بالجيش؟ شنو من بشرته؟ اترك الولد بحاله وتحمل المسؤوليه. زين ليش ما تتشب وتسكت وتخليني انا اتحمل المسؤوليه واتخذ القرارات؟ انت ظاهر ما فاهم هذا الشيء، انت رجال اسير والمحكمه حكمت عليك بالاعدام، يعني باي لحظه هسه اعدمك، فسد حلقك وممنوع تتدخل بهاي الامور. بالحرب ماكو طفل وماكو صغير، الكل يشيل سلاح، فانت من هسه قرر لو تشيل سلاح لو اعدمك يم هذا المطلق. صار سيدي. عفي عليك يا اخوان، ادري بيكم اكو ناس ما لازم سلاح قبل، بس الامر ضروري. بوشكي حاليا بوضع حرب، خسرنا كل الطيارات وخسرنا كل الدبابات، بقيت بس انتم ما خسرناكم، ثقتي بيكم عاليه، اليوم ندمر العملاق. لك بابا يا ثقه يا سوالف، انت شفت صار بالدبابات لو لا؟ وغير حركين، النصيحه مني لكم شباب، تستسلمون افضل. والله استسلموا يا ولد، ترى ماكو فايده، هذا العملاق ما يموت، هذا اودن ترى يضحك عليكم، الرجال مضحي بيكم، بس تموتون محفر طيارته يشرد. ولكن شب مو اودن يشرد، انا اذا اموت ما اموت على الفراش، اموت بارض المعركه. والله سيدي الصراحه انا عندي حاله مرضيه حصوه بالكليه، وبس انا وحيد اهلي سيدي، اذا تسمح لي اترخص واروح يم امي. والله سيدي خليها تدعي لك يا امي واجيب لك جدر شاربه. بابا بدال ما تخلي امك تفتخر بيك وتموت بالمعركه، تدور فلتات، تدور هروب، وانت يا غبي ما انتبهت على نفسك.
جاي المعركة بنعان بس راح ابشيها لك لان نحتاج كل واحد. يا سيدي انا بس اروح الحمام وارجع ما تاخر. اقف لك والله اربيك اقف. قولوا لامه مات بالمعركة. اكو احد يريد يسحب بعد؟ اكيد باكو. يلا توجهوا للمعركة. الكل تحارب. لو نموت اليوم لو نحرر بوشكي. يلا يا شباب امشونا بالخطوط الخلفية. خرب يومك اودن. بعد ما شرد نص الجيش رجعوا عددهم هسه. لازم اتصرف واخلي الجيش يشرد. واحسن طريقة انه افتر على الجيش واخوفهم واقول لهم العناق ما ينكتل. لان هاي الحرب حرب نفسية اكثر من ما هي معركية. يا الله الله يسعد اخوي. انت من كل عقلك جاي الحرب مستحيل تفوز بيها. الله انا اعتبرك نفس اخويا ونصيحتي لك تشرد. يعني انت ما لاحظت اودن مدى يحارب ويخليكم بس تتحاربون لان يعرف هاي المعركه خاسره مستحيل يفوز بيها. والله كلامك صحيح هاي المعركه مستحيله. انا اروح افت الاهلي احسن. مع السلامه. الله وياك حبيبي. الله يساعدك اخويا. يعني انت شنو مخبر صاحي؟ يعني انا نصحك تروح تشوف طبيب. وانا كروح الصاحي حارب في هاي المعركه ما اشوف الناس كلها داي تشرد. روح ادعي ربك صلي قبل تموت. والله كلامك صحيح هذا اودن مخبر. يلا خله حبيبي. الله استاذ العملاق ما ادري شنو الحل جاي يدمر بوشكي وكل شيء مال جاي نقدر نسويه. لازم اكو طريقه كتله او على الاقل نطلع خارج بوشكي ونسوي جدار اكبر. ما اعرف شو نسوي يا ولد. طولنا حل. يعني انتم شنو فائدتكم؟ طولنا حل. سيدي سمعتك واحد من الناس يقولون مخبر. بس هذا المخبر يقول عنده حل يقدر يقتل بها العملاق. خلاص جيبوه. اذا انتم كل حل ما جاي تطوني خل اسمع المخبر شو يقول. موجود سيدي. تعال لك تعال. يا الله واقينا اودن قابلتك. انا طبعا من اشد المعجبين بيك وبقيادتك الغبيه. حبيبي اودن اريد اطلب منك طلب. اريد شعره من شوارب طرنيو لاسباب شخصيه. بابا اشلع لك شواربه كلهن بس اعطيني حل هسه شلون نقدر نقتل العملاق. والله يا اودن اكو طريقتين لقتل العملاق. الطريقه الاولى هاي الوصفه راح تخلي العملاق يكون حجمه طبيعي. اريد منك تجيب لي ريشه مال ضفدع ومخ مال دجاجه حامض سيقان لقل. هذني لازم تجيبه بليله مكتمل بها القمر بدون وجود اي غيوم. تنتظرني فد اسبوع لما ارتب لك السحر. هذا بشرط واحد نفذ الاتفاق وتعطيني شعره من شوارب طرنيو. يا اخي شنو هالطلبات المستحيله؟ يعني مين اجيب لك سيقان لقلق؟ لا واسبوع اسبوع ايش بقى بوش كذا اسبوع انتظرك. اعطيني حل ثاني. نار. الخيار الثاني هو النار. يا اخي من الاول قول لي الخيار الثاني. تريد سيق علقلق ودجاجة حامل؟ يعني ممكن نقتل العملاق بالنار؟ إذا تريد تسوي هذا الحال فأكو بالمخازن عندنا كمية كبيرة من القنابل النارية كمية تحرق بوشكي كلها. وهسه راح نوزعها على الجميع. أظن لك كل الجنود راح يفرعوا القنابل. يا شباب تسمعوا بسرعة واحد واحد لا أحد يستعجل. كمية كبيرة لا أحد يخاف ما تخلص. كل واحد يدخل يأخذ لقنبلة واحدة. يلا حبيبي استعجل. شنو تختار يا قنبلة زينة؟ خذ لك واحدة واطلع. إخوان لا تستعملون أي قنبلة لحد ما تسمعون الأوامر. يعني هذين القنابل إذا استخدمناهن بوشكي كلها راح تحترق. سيدي أودن تم توزيع كل القنابل النارية. ماكو جندي حاليا بوشكي إلا وعنده قنبلة نارية. بس لازم أكو خطة لأن إذا استخدمنا القنابل النارية هاي بوشكي كلها راح تحترق. عاشت إيدك وكلامك صحيح. إذا استخدمنا هاي القنابل النارية بداخل بوشكي راح نحرقها كلها. وأنا عندي حل لهاي المشكلة. الخطة كالتالي. نستدرج العملاق لخارج بوشكي. خذ لك سيارة بيها سايق وجندي يرمي على العملاق يستدرجه. وإحنا راح ننتظركم خارج بوشكي بالقنابل النارية. صار سيدي. خوش خطة. هسه جهز السيارة وياها سايق وواحد يرمي على العملاق حتى يستدرجه خارج بوشكي. وأنتم انتظروني هنا. وأول ما يوصل العملاق للخارج نقدر نحرقه. عفية عليك. يعني أنت حكيت الخطة اللي أنا حكيته. يلا حبيبي دور وجهك وشوف جنود الثاني. ها هاي خطتهم. يردون يسوون كمين العملاق. ما يعرفون اللي حيسوونه أكبر غلط بالتاريخ. رح أروح أبلغ باقي العمالقة وخليهم يشوفون أخوهم العملاق يموت قدامهم. تعالوا وين شاردين. أكفوا ما رح أسوي لكم شيء. خلاص يا عملاق قررنا نستسلم. وحاليا احنا مثل ما تشوف الجيش كله خارج بوشكي. نحب نقول لك انت حاليا المسيطر على بوشكي. بس بالنسبة للطرنيو وهذا هم راح اسلم لك بعد شو تريد. مبروك عليك فزت بالمعركة باستحقاق. هو المفروض من الاول تستسلمون بس انتوا تعاندون شوية. خلاص سلمونا طرنيو وروحوا ما راح اعطيكم. وبوشكي ممنوع عليك يا ولد. يلا سلم طرنيو. خلاص شباب نزلوا اسلحتكم وخلي نسلم طرنيو ومستعدين ان شاء الله. احرقوا يا ولد. كافي. خلي في دكتورني وجاي يتحرره. مبروك عليكم يا ولد. زين شو الصوت هذا؟ شباب جاي يسمعون الصوت؟ صوت رجع عمالقه يا شباب شو السالفه؟ الظاهر جو اخوانه. لا مستحيل.